إكسبرس. صباح النور، مرحبا بكم. شوي آخر نحكيه على سر لقاء الرئيس النجم الرياضي الساحلي ماهر القروي بالسفير التركي في تونس. نحكيه زادة على عملية سرقة تعرض لها مقر واحد من النوادي التونسية، لكن قبل هذا الكل نبدأ نحكيه على البطولة في تونس. الجولة السادسة البارح كانت المفاجأة جديدة من نادي البنزرتي قدام شكون؟ قدام النادي الصفاقسي وين في ملعب الطيب المهيري. النادي البنزرتي يروح بثلاثة نقاط، يربح 2-1 قدام الاساس. كان خليل بلبوز مارك البونتو الاول للسيابي في 37 دقيقة، يعدل أيمن الحرزي بضربة جزاء في دقيقة 45+2، وأشرف بودراما في دقيقة 85 يعطي الأسبقية ويعطي الانتصار للنادي البنزرتي قدام النادي الرياضي الصفاقسي في المهيري. بالذات النادي الرياضي البنزرتي دونك بالانتصار هذا يخلط على الساس بعشر نقاط، يخلط زادة على الترجي الرياضي التونسي في صدارة المجموعة بعشر نقاط، والترجي الرياضي التونسي نعود نذكره منقوص من زوز مقابلات. بقية المقابلات بالنسبة لليوم، برنامج اليوم إذا نحكيه على الجولة السادسة، فما مقابلات في المجموعة الأولى والثانية. في المجموعة الأولى نجم المتلوي مع نادي حمنلف مقابلة زفرها جلال السحباني تبدأ مع الساعتين نفس التوقيت، مقابلة اتحاد بن قردان مع أمل حممسوسة والحكم هو مجدي بالحاج علي. في المجموعة الثانية مستقبل سليمان مع الساعتين يلعب مع هلال الشاب التحكيم سفيان كتات. زاد كيف الاتحاد المنستيري مع الأولمبي البيجي مقابلة تبدأ اليوم لكن تبدأ مع الأربعة متاع العشية، حكمها هو يوسف السراري. والمقابلة زاد كيف اللي تبدأ الساعتين من المجموعة الثانية بين النادي الإفريقي و ترجي جرجيس، مقابلة تلعب في ملعب المنزه. نعود نذكر بداية من الساعتين والحكم هو أمير لوسيف. رئيس النجم الرياضي الساحلي ماهر القروي التقى البارح بالسفير التركي في تونس. السفارة التركية تأكد أن اللقاء هذا تطرق إلى إمكانية التعاون بين تركيا والنجم الرياضي الساحلي. المصادر تقول أنه فما إمكانية كبيرة أنه يتعاقد النجم الرياضي الساحلي مع مستشهر تركي مقابل امتيازات مادية محترمة جدا في الأيام القليلة القادمة. إدارة الاتحاد المنستير البارح أعلنت أنه مقر النادي تعرض البارح في الليل للخلع والسرقة. تمت سرقة مبلغ مالي كبير ووثائق زادة وبعض الأجهزة الخاصة بالإدارة. نقولوا برافو، ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي للأواسط مواليد 2003 حتى 2004 كانوا موجودين، بعض اللاعبين من مواليد 2004 فازوا بدورة اتحاد شمال إفريقيا بعد انتصار البارح أمام المنتخب المصري في ملعب ريانا في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-1. كان الفريق المصري المنتخب المصري هو افتتح نتيجة في الدقيقة 14، لكن منتخبنا عمل الريمونتادا رجع بثلاثة أهداف كاملة، عدل بضرب الجزاء كان مركا يوسف سنينة في الشوط الأول، بعد في الشوط الثاني بونتوية ملك المهري في دقيقة 50 برأسية، والهدف الثالث للمنتخب والثاني للمهاجم المتألق يوسف إسنانة في دقيقة 72 كان لوب بالحارس، هدف ممتاز جدا ومداد ممتاز من يوسف الإدريدي. وانتوكا كنا نحكيه على مقابلة في 3-1 المنتخب الوطني التونسي وتتويج بالدورة هذه دورة اتحاد شمال إفريقيا للمنتخبات أواسط اللي عمرهم بين 2003 وعنا ملعبية نعود نذكر 2004، يعني أصغر حتى من العمر اللي نحكيه عليه. وانتوكا كنا بعد نقطين على المنتخب المصري قبل جولة من النهاية، فوتنا المنتخب الوطني ولعنا 10 نقاط، المنتخب المصري الثاني بتسع نقاط. دونك ألف مبروك مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي للأواسط. بالباسكيت الجولة 12 من البطولة اللي هنعطيكم النتائج في المقابلات اللي تلعبت البارح، المنازة مع اتحاد الأنصار 86-84 شبيبة المنازة، زاد النادي الإفريقي البارح ربح ديليا الرياضية بجرومباليا 75-60، النجم الرادسي مع الملعب النابلي، الملعب النابلي روح من الراد ربح 73-69، الاتحاد المنستيري مع الجي اس كا شبيبة القراوين تربح 3 نقاط 74-71، والملعب الصفاقسي مع الزهرة الرياضية 101-68 للزهرة الرياضية. نعطيكم الترتيب حتى التوى، الزهرة والنادي الإفريقي زوز مع فرق ثلاثة هما في المركز الأول، الزهرة الرياضية النادي الإفريقي وشبيبة القراوين 21 نقطة، المركز الرابع للاتحاد المنستيري والنجم الرادسي ب20 نقطة، تقارب في النقاط وفي المستوى حتى التوى في البطولة الوطنية لكرة السلة. نكمل بخبر يهم ممكن المنتخبات الإفريقية اللي تحب تتأهل للمونديال ولا تنجم تكون متواجدة في براج المونديال. والاتحاد الدولي لكرة القدم أكد تلقي احتراز البنين اللي أكد أنه الكونغو الديمقراطية عملت خطأ إداري يهم عدد التغييرات في المقابلة الأخيرة بين زوز منتخبات. كيف تلقات الاحتراز بتاع جنوب إفريقيا ضد غانا، زوز احترازات وصلوا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والنظر فيهم باش يتم ليمات هذه، والقرار النهائي باش يكون نهار 23 نوفمبر الجاي. نشر هذه وآخر الأخبار موجود على www.mosaikafm.net.